أعلنت وزارة الخارجية السودانية منذ قليل اختراق طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، واعتبرته تصعيد خطير وغير مبرر، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية. وأعلنت الخارجية إدانتها لهذا التصعيد من الجانب الأثيوبي، وطلبته بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلا، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وتحطمت طائرة عسكرية سودانية اليوم الأربعاء بولاية القضارف المجاورة للحدود مع أثيوبيا، وصرحت مصادر عسكرية سودانية بأن الطائرة من طراز أباتشي كانت تحمل أسلحة وذخائر، وأن الحادث وقع في مطار ود زائد بولاية القضارف، مما أدى إلى احتراق الطائرة بالكامل فيما نجا طاقمها. وتقع المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة على بعد 25 كيلومترا من القضارف شرقي السودان، حيث تدور مواجهات عسكرية متقطعة بين الجيش السوداني وميليشيات وقوات أثيوبية. ومن جانبه قال السفير الأثيوبي في الخرطوم أن الجيش السوداني تقدم داخل الأراضي الأثيوبية ودمر ممتلكات أديس أبابا، مشددا على ضرورة حل النزاع الحدودي بطرق سلمية.